أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان ابنة العطار والقزم العجيب، وهي من القصص الخيالية المشوقة والمعبرة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. يحكى أنه في قديم الزمان وفي مدينة ما في منطقة الشمال، عاشت أسرة صغيرة مكونة من زوج وزوجة في مقتبل عمرهما. كان اسم الزوج عبد الله، وأما الزوجة فكانت تدعى رشيدة. كانا يعملان في قطف الأزهار من الغابة والمنطقة المجاورة واستخلاص العطور منها. كانت الزوجة رشيدة بارعة في استخلاص العطور وتصنيع البخور والزيوت العطرية من الأزهار، بينما كان عبد الله متخصصا في قطف الأزهار النادرة والغريبة والتي تنمو في الغابة المجاورة وإحضارها إلى البيت لتبدأ رشيدة في العمل. كانت حياة الأسرة سعيدة ومستقرة، حيث استطاعوا بيع العطور والزهور للسكان المحليين والزوار الذين يحضرون من مدن أخرى، حيث كانت بلدتهم مزارا للقريب وللبعيد، لأنها اشتهرت ببيع أفخر وأندر العطور والبخور، والتي تعددت الحدود وأصبحت معروفة في المناطق المجاورة أيضا. ومع مرور الوقت نمت شهرة الأسرة وذاع صيتها، لذا كان يتوجب عليهما توسيع عملهما. فقررت رشيدة الخروج مع زوجها كل يوم في الصباح لمساعدته لجمع أكبر قدر ممكن من الأزهار، ثم بعد الظهر يبدأان العمل بها واستخلاص العطور منها. وفي أحد الأيام خرج عبد الله وزوجته رشيدة إلى الغابة في الصباح الباكر، وسارا مسافة طويلة، حيث شعرت على إثرها رشيدة بالتعب الشديد، فقد كانت حاملا في شهرها الأخير. جلست لتستريح في ظل شجرة كبيرة، وبعد أن اطمأن زوجها عبد الله أنها بصحة جيدة تابع سيره ليجمع الزهور، فلا مجال لتأخير تسليم العطور للزبائن. وفي تلك الأثناء نظرت رشيدة وجال نظرها في الأرجاء، فلاحظت صفا من الزهور ذات لون بنفسجي، فدفعها الفضول للذهاب لرؤيتها. وبالفعل سارت رشيدة بحذر شديد حتى وصلت إلى مكان الزهور، وقد ذهلت لجمالها وتناغم ألوانها، واقتربت منها واستنشقت عبيرها، فشعرت كأن شذاها لم تشمه من قبل وكان مميزا جدا، واستغربت لما لم يحضر الزوج هذه الزهرة مع أن رائحتها جميلة ومميزة. وجال في خاطرها أنه إن قامت باستخلاص العطر منها فإن صيتها سيصل إلى كل مكان في العالم وسيدر عليها بالربح الوفير، ولذلك قررت أن تقطف بعض الأزهار. ونظرت من مكانها فإذا بأعداد هائلة من هذه الزهور منتشرة في الغابة، وتعجبت من أنهم لم ينتبهوا لوجودها من قبل. ثم بدأت تقطف الزهرة تلو الأخرى حتى امتلأت السلة التي كانت تحملها، فوضعتها تحت الشجرة وأخذت سلة أخرى وعادت لقطف المزيد من الزهور البنفسجية دون كلل أو تعب، إلى أن عاد زوجها فوجدها تقطف الكثير الكثير من هذه الأزهار. ولما طلب منها أن تتوقف في الحال رفضت ذلك، وأخبرته أن هذه الزهور
ستشكل نقلة نوعية في تصنيعهم للعطور، فهي ذات رائحة قوية وجميلة جدا ولون لم يسبق أن استخلصوا عطرا يشبهه. وحينما رأى عبد الله إصرارها على الاستمرار بقطف الزهور ورفضها لطلبه، صرخ فيها وأخبرها أن هذه زهور التنين. فقالت: وماذا يعني ذلك؟ وبدأ يشرح لها وماذا يقصد، حيث قال: يا زوجتي، أتشاهدين كل حقول الأزهار؟ إنها مزروعة في أرض تابعة للتنين، موجود منذ قديم الزمان، ينشط في موسم حصاد الزهور، وما إن يجد أحدا تطفل على أرضه وأزهاره ويظفر به فإنه حتما سيؤذيه، وقد حدث ذلك مرات عديدة. وما كاد عبد الله يكمل حديثه حتى انتشر غبار كثيف ملأ الأرجاء، ثم خرج من أعماق الجبل تنين ضخم مرعب، يبدو أنه قد استيقظ من سبات طويل. كان التنين يمتلك قوة هائلة وشرا لا يمكن وصفه. وقف الزوجان هناك مذهولين أمام هذا المشهد المرعب، حيث أنهم ولأول مرة يشاهدون كائنا بهذا الحجم. تراجع الاثنان للخلف وتمسكوا ببعضهم بأقصى قوة، ولكن التنين نفذ بعض النيران من فمه باتجاه رشيدة وزوجها، فتفرق الاثنان وهما بالهرب. في ذلك الحين أحاط التنين رشيدة بهالة من النيران، فأصابها الهلع والرعب حتى توقف قلبها لحظات عن الخفقان. في تلك اللحظة أغار التنين على رشيدة واقترب منها، وباستخدام قواه السحرية قام باختطاف قلب الجنين واستبدله بقلب حجري، ثم اختفى بسرعة وهمدت النيران وتناثر الغبار، وكأن شيئا لم يكن، إلا أن كان صوته يملأ المكان ويقول: لقد خطفت قلب جنينك واستبدلته بحجر، وقد كتب على طفلتك العيش مع قلب من حجر جزاء على فعلتك بقطف أزهاري. في تلك اللحظة كانت رشيدة لا تزال ملقاة على الأرض فاقدة الوعي، وركض عبد الله باتجاهها وحملها إلى البيت تاركا كل الزهور التي جمعوها في الغابة. بعد لحظات من وصولهما إلى البيت استيقظت رشيدة، ولكنها كانت تعاني من آلام شديدة تنذر بقرب وضعها للجنين، وما هي إلا ساعات قليلة حتى وضعت رشيدة طفلة أسموها أمل. كانت أمل فتاة تمتلك جمالا منقطع النظير ورقة تذيب الحجارة، ولكنها كانت دائمة البكاء والتذمر، وكانت بريدة القلب لا تحمل أي مشاعر تجاه أي إنسان قط، وتشعر بالفراغ والوحدة في كل الأوقات، ولم تستطع أن تتخذ صديقة لها مهما حاولت ذلك، ولم تشعر مرة بالحب ولو لوالدتها. لقد كانت مختلفة عن باقي أطرابها. كانت الأم رشيدة تعرف السبب وراء كل ذلك، حيث أخبرها زوجها بما قاله التنين عندما هجم عليها، وطالما حاولت أن تغير من طباع وسلوك ابنتها، ولكن في كل مرة تفشل في محاولاتها، مما كان يشعرها بحزن شديد وندم على تلك اللحظة التي قطفت بها تلك الأزهار. عاشت أمل حياتها في بيت والديها دون أن تفكر مرة بالاختلاط بالناس، فكانت حبيسة البيت، وإن فكرت بالخروج فلا تتعدى خطواتها أسوار حديقة البيت التي زرعتها أمها بأصناف عديدة ومتنوعة من الأزهار، بعدما امتنعت عن الذهاب إلى الغابة. وهكذا أمضت أمل أيامها إلى أن أصبحت شابة في غاية الرقة والجمال. وفي ذكرى ميلادها 20 كانت قد خرجت إلى حديقة والدتها، والتي امتدت واتسعت
حتى شملت مناطق كثيرة في الجوار. كانت أمل تمشي في الحديقة شاردة تنظر في الفراغ، باردة بلا أي مشاعر أو أحاسيس. ولم يغريها جمال الزهور في الحديقة، ولم تثر مشاعرها رائحة العطور المنبعثة من معمل والدتها. وفي تلك اللحظة سمعت أمل صوتا هامسا ينادي عليها. التفتت حولها فلم تجد أحدا، ثم تابعت السير، فعاد الصوت ينادي من جديد ويقول: إنني هنا يا أمل. توقفت أمل ثم التفتت مرة أخرى لترى من يناديها، وذهلت عندما رأت كائنا يشبه الرجال ولكن بحجم صغير جدا وشكل لطيف. كان يتكئ على جذع إحدى الأشجار القريبة منها. قالت أمل وهي مضطربة: من أنت وماذا تريد؟ قال القزم: أنا قزم وأنتمي إلى عالم الأقزام الطيبة المحبة للخير، وإنما أرسلت إلى هذا العالم لأقوم ببعض المهمات الخيرية وأساعدك. لم تشعر أمل بأهمية ما يقوله هذا القزم الصغير، وقامت بتجاهله وتابعت التجول في الحديقة. فناداها قائلا: مهلا يا صاحبة القلب الحجري. سمعت أمل الجملة الأخيرة وتردد صداها في أذنيها عدة مرات قبل أن تعود وتجلس بالقرب من هذا القزم وتسأله كيف عرف بهذا الشيء ومن الذي أخبره. عندها قال القزم أنه سمع مجموعة من الأقزام كبار السن وهم يتذكرون حادثة حدثت قبل 20 عاما في مثل هذا اليوم، وأنه قد جاء ليخلصها مما هي فيه. كانت أمل لا تعلم بالتحديد ما حدث لها في ذلك اليوم، فلم تخبرها والدتها عما حدث معها، وكل ما أخبرتها به أنها ولدت بقلب من حجر، لذا لم تصدق ما قاله، وأخبرته أنها ستعود إلى بيتها. حينئذ أخبرها القزم بما حدث مع والدتها وكيف اقتلع التنين قلبها وهي لا تزال جنينا في بطن أمها، واستبدله بقلب حجري كعقاب لأمها التي قطفت أزهاره. كانت أمل تستمع وهي تبكي لربما لأول مرة في حياتها، وشعرت برغبة في التخلص والتحرر من هذا القلب البارد والذي يسكن صدرها، وكانت تنقم على والدتها التي تسببت بما هي فيه دون أن تخبرها. وأردف القزم قائلا أنه سيعود في الغد ليصطحبها في رحلة لإنقاذها من القلب الحجري، واتفقا على اللقاء في اليوم التالي صباحا وفي نفس المكان. عادت أمل إلى بيتها وهي تشعر بأول شعور في حياتها، كان شعور الغضب من والدتها. وما إن رأتها والدتها رشيدة حتى شعرت أن هناك أمورا لا تسير على ما يرام، فقد لاحظت الغضب الذي في عيني ابنتها والتي كانت من قبل باردة لا تشعر بشيء. احتارت الأم رشيدة هل تشعر بالخوف من نظرات ابنتها أم بالفرح لكون تلك النظرة الباردة قد تغيرت. وفي الحال سمعت صوت ابنتها بنبرة غير معتادة وتقول: لماذا لم تخبريني بما حدث معك وكيف ولدت بقلب من حجر؟ وقبل أن تنطق الأم بكلمة واحدة كانت أمل قد أغلقت باب غرفتها على نفسها. ظلت رشيدة في مكانها تبكي وتلوم نفسها على ما حدث لابنتها، وأمضت ليلتها تحاول استرضاءها من خلف الباب المغلق إلى أن غلبها النوم فنامت على أرضية البيت. وقد وجدها زوجها على تلك الحال، وحزن هو الآخر لسماع ما حدث مع ابنته. ومع بزوغ خيوط الفجر الأولى خرجت أمل من غرفتها بخفة متسللة إلى الحديقة، وما إن وصلت
حتى وجدت القزم بانتظارها وأشار بيده قائلا: هيا بنا لننطلق دون إضاعة المزيد من الوقت. قالت أمل: لن أخطو خطوة واحدة خارج الحديقة قبل أن تخبرني إلى أين نحن ذاهبان وماذا سنفعل. قال القزم: أعدك أني سأخبرك ونحن في الطريق، دعينا لا نضيع المزيد من الوقت، فإضاعة الوقت ليست في صالحنا. أمسك بكيس ثقيل كان موجودا على الأرض وأعطاه لأمل، فحملته وسارا في اتجاه الغابة. لقد كانت خائفة مما يحدث لها، ولكن رغبتها بالتخلص من قلبها الحجري دفعها إلى تلك المغامرة المجهولة. كان القزم أثناء سيرهما يحدث أمل عن العالم الذي يعيش فيه هذا التنين، وأخبرها أنهما في طريقهما إلى كهف التنين الذي اختطف قلبها وحبسه في الكهف، وأنهما يجب عليهما أن يتوخيا الحذر في رحلتهما، لأن ارتكاب خطأ واحد قد يؤدي إلى إتلاف القلب الحقيقي ويضيع سعيهما هباء منثورا. كانت أمل تستمع إليه بتوجس وريبة، والخوف يسيطر عليها من رأسها حتى أخمص قدميها، ولكنها آثرت أن تجازف مرة في حياتها لعلها تتخلص مما حل بها. كان القزم لا يزال يتحدث مع أمل وهي تفكر في أشياء أخرى، وآخر ما سمعته منه: المهم ألا تخالف أوامري. وبعد مسير ساعات طويلة وصلا إلى نهاية الغابة. حينما بدأ القزم يبحث بين الأعشاب الطويلة، واستمر يبحث وقتا طويلا، وعندما سألته أمل عما يبحث أخبرها أنه يبحث عن فتحة النفق التي سيستخدمانها للمرور إلى عالم التنين. بدأت أمل بالبحث معه إلى أن وجدوها أخيرا، وكانت مغطاة بطبقة كثيفة من العشب الأخضر، وبدأ بإزالة العشب عنها حتى يتمكنا من المرور عبرها. رفع القزم غطاء فتحة النفق بصعوبة بالغة، ثم تفاجأ بوجود عنكبوت ضخم يغطي الفتحة من الداخل. تراجعت أمل ببطء وحذر ما إن رأت العنكبوت الضخم، ظلت تراقبه خشية أن يقفز عليهما. بينما راح القزم يبحث عن شيء يمكنه أن يبعد بواسطته هذا العنكبوت، بحث يمنة ويسرى إلى أن وجد عصا غليظة في المكان، أمسكها وحاول أن يدفع العنكبوت بها، لكن العنكبوت تمسك بالعصا ولم يتراجع. وراح الاثنان يبحثان عن أداة أقوى تمكنهم من التخلص من هذا المخلوق الغريب. وفي تلك الأثناء انبعثت رائحة كريهة من مكان ما. نظر القزم حوله واكتشف أن هذه الرائحة تصدر عن نبتة في المكان. فكرت أمل وقالت: لماذا لا نلقي بهذه النبتة على العنكبوت؟ قد يهرب من رائحتها. قال القزم بوجه متهلل: أحسنت يا أمل، ربما ننجح في ذلك. وقام باقتلاع النبتة وعادا إلى حيث كانا. قام القزم بإلقاء النبتة باتجاه العنكبوت، وبسرعة فر هذا المخلوق هاربا من رائحة هذه النبتة. فرح القزم وأمل بهذا الانتصار، وأكملا طريقهما داخل النفق. سارا بهدوء حيث كان المكان فارغا إلا من بعض الحشرات الصغيرة التي تظهر بين الحين والآخر. ولما حل الليل ولا يزال الاثنان يسيران منذ فترة طويلة، فقد وجب عليهما أن يستريحا في مكان ما. نظرت أمل فلم تجد مكانا ينامان فيه، فجلست واستندت على جدار النفق، وكذلك فعل القزم، وظلا جالسين حتى ناما نوما عميقا.
وفي منتصف الليل استيقظت أمل على صوت القزم وهو يصرخ. نظرت حولها فلم تجده، ولكنها لا تزال تسمع صوته وإن كان خافتا. وقفت ودارت في المكان، ثم رفعت رأسها إلى أعلى، فإذا بالقزم معلق في فم أحد الخفافيش الضخمة التي كانت تملأ النفق من أعلى. والآن يجب على أمل أن تفعل شيئا لتنقذ هذا القزم وتطرد الخفافيش. أخذت أمل تبحث في المحيط عن شيء يمكنها باستخدامه لمساعدة القزم، لكنها لم تجد أي شيء يناسب ذلك، فقررت القفزة لإمساك الخفاش الذي يحمل القزم، وكان في ذلك مخاطرة كبيرة. في البداية بدأت بتسلق جدار النفق من خلال النتوءات الموجودة فيه، وحينما وصلت المنتصف شعرت بالتعب، فوضعت يدها على قلبها، وعندها انبعث ضوء من قلبها باتجاه الخفافيش، وبسرعة طارت الخفافيش بعيدا تاركة القزم يسقط على الأرض. ارتطم القزم بالأرض بأقصى قوة حتى ظن أن عظامه قد كسرت، ولكنه قام وكأنه لم يسقط بتاتا. أما أمل فكانت مندهشة مما حدث معها ومع القزم، فطمأنها القزم أن هذه علامات سحر موجودة في النفق تصيب كل من يدخل إليه وإلى أن يخرج. فاطمأنت وتابعت السيرة بجانب القزم إلى أن حل الصباح وبدأت تظهر نهاية النفق، فتهللت أسارير الاثنين وسارا حتى خرجا من النفق. جلسا يأخذا قسطا من الراحة بعد التعب الشديد، وبعد أن انتهت فترة الراحة تابع القزم وأمل طريقهما باتجاه كهف التنين، وقد لاح لهما من بعيد جبل ضخم. استبشر القزم وأمل خيرا برؤية هذا الجبل، وظنا أنهما قد وصلا إلى غايتهما. ظل الاثنان يسيران يومين كاملين إلى أن تمكن منهم التعب، ولكن لم يستسلما حتى وصلا إلى سفح الجبل. وقفا يتأملان الصخور المبعثرة الصغيرة منها والضخمة، ويبحثان فيما بينها عن كهف التنين. وبعد صعوبة بالغة استطاعا إيجاد عدة صخور تغلق بوابة ضخمة جدا. لم يكونا متأكدين إن كان هذا هو الكهف الذي يبحثون عنه منذ عدة أيام، ولكن لم يكن أمامهما سوى هذه المغارة. اقترب القزم وأمل من الصخور التي تغطي هذه البوابة، حاولا أن يحركاها من مكانها، ولكنها كانت أقوى من قدرتهم على تحريكها. أحضر القزم معولا ومطرقة من الكيس وبدأ بمحاولة تفتيت الصخور، ولكن ما كان ينكسر منها سوى الفتات. استمرت هذه العملية وقتا طويلا حتى أجهدتهم واستنفذت قواهم، فتركوا ما بأيديهم وقاموا بجمع بعض الأخشاب وأوقدوا نارا بجوار الصخور حتى يتدفأوا في ليلهم. اشتعلت النار، وفي تلك الأثناء كان القزم يحتفظ في كيسه ببضع أوراق الشجر وزهرة تنين قام بقطفها أثناء مروره في الغابة. أحضر القزم الأوراق والزهرة وقام بإلقائها في النار لعلها تساعدها على الاشتعال أكثر، فأحدثت وميضا شديدا تبعه انفجار ضخم فتت الصخور التي تحمي بوابة الكهف. شعر القزم وأمل بالذهول لما حدث، إذ كيف استطاعت النار تحطيم صخور بهذا الحجم، وعلموا أن السر يكمن في زهرة التنين. بعد أن هدأت النار اقترب القزم من البوابة يحاول فتحها،
ولكن محاولته باءت بالفشل، فقرر أن يبحث عن علامة أو كلمة أو ربما طريقة لفتح هذه البوابة. بدأ القزم بتفحص البوابة بعناية شديدة، وقام بلمسها واستكشاف كل زاوية بهدوء للبحث عن أي دليل أو مؤشر يمكن أن يساعدهما في فتح البوابة. وفي لحظة من الفحص الدقيق انتبه القزم إلى شيء غريب. كان هناك نقش صغير وغامض على أحد جوانبها. بدأ يفكر في هذا النقش وبالنظر إليه بعناية، واكتشف أنه يشبه رمزا أو دلالة. قام بلمسه برفق وجرب الضغط عليه بحذر، وعندما فعل ذلك سمع صوتا عال وتحركت البوابة قليلا على الفور. شعر القزم بالسعادة والحماس، وواصل التفحص والبحث عن المزيد من الرموز والدلالات، واكتشف أن هناك سلسلة من النقوش على الصخور، وكلما قام بلمس أو الضغط على رمز تحركت البوابة وانفتحت أكثر. درس القزم وأمل الرموز والنقوش بعناية، وبدأوا يفهمون تسلسل هذه الألغاز وكيفية فتح البوابة، واستمروا في تجربة الرموز والتحرك ببطء حتى استطاعوا أخيرا فتح البوابة بشكل كامل. قفز الاثنان عاليا فرحا بتمكنهم من فتح البوابة، ثم أمسك القزم بيد أمل وسارا ببطء وحذر شديدين إلى داخل الكهف، وبعد لحظات لاحظا أن البوابة قد أغلقت من جديد، ودب الخوف في أوصالهم، ولكنهما واصلا المشي فلم يكن لهما خيار آخر، ولم يتبقى الكثير على تحقيق ما جاءوا لأجله. وعندما وصلوا إلى منتصف الكهف شاهدا سلسلتين من الذهب تتدليان من سقف الكهف تتألقان بضوء خافت، وقد علق قلب في طرف كل سلسلة منهما، والتفت سلسلة ثالثة حول القلبين فجمعتهما معا. ما إن رأت أمل القلوب المعلقة حتى شعرت بشعور غريب لم تألفه من قبل. وفي ذات اللحظة بدأت إحدى السلسلتين بالبريق واللمعان بشكل قوي، ولكن ما هي إلا ثوان حتى على صوت مخيف في الكهف. كان صوتا قويا ملأ أرجاء المكان، ثم ظهر من خلف إحدى الصخور تنين ضخم جدا. كان لون جلده أسود كالفحم، وعيون حمراء مشعة كالنار، وأجنحة ضخمة جدا. وقف القزم وأمل مذهولين ومرعوبين من هيبة وقوة هذا الكائن الأسطوري. زفر التنين بقوة فطار الرماد والتراب في الهواء، ثم بدأ يتكلم بصوته الثقيل والمخيف: كيف تجرؤان على اقتحام كهفي؟ كانت أمل ترتجف من شدة الخوف، واختبأت خلف صخرة كبيرة ولم يظهر منها سوى عينيها. ووقف القزم بجانبها، وقد عم الصمت أرجاء المكان، فلم ينطق أحدهما بكلمة، مما زاد من غضب التنين وسخطه، فأخذ ينفث نيرانه باتجاه الاثنين وهما يهربان من صخرة إلى أخرى. ثم في غفلة منهما حاصرهما التنين خلف إحدى الصخور، ولم يكن أمامهما سوى خيار واحد، وهو محاولة الهروب إلى مكان آمن قبل أن يمسكهما التنين بمخالبه الضخمة. فاتخذا قرارا سريعا وارتحلا بسرعة نحو فتحة ضيقة بين الصخور، وانزلقا فيها واختبأ من نيران التنين التي كانت تلتهم كل ما تصل إليه. وبينما كانا يختبئان في ذلك المكان، كانا يضغطان أجسادهما بقوة، محاولين جعل أنفاسهما هادئة لعدم سماعهما التنين، ولكن
ولكن للأسف كان التنين قادرا على رؤيتهما بوضوح حتى وهما في الظلام. ثم نظر القزم فإذا بطريق سري صغير خلف الصخرة، مشى فيه وهو يطمئن أمل أنه سينقذها. ثم التف من خلف التنين وحاول الهجوم عليه من الخلف، لكن التنين شعر بحركته وتحرك بسرعة، وقبل أن ينجح القزم في الهجوم قام التنين بضربه بذيله الضخم وأرسله يطير عاليا في الهواء. صاحت أمل بخوف وهي تشاهد المعركة، ولكنها لم تتمكن من فعل شيء للمساعدة. كان القتال يشتد كلما مضى الوقت، واستغلت في تلك اللحظة انشغال التنين بالمعركة وخرجت تبحث في المكان عن شيء تستطيع إيقاف هذا المخلوق. في تلك اللحظة انبثق شعاع من قلب أمل متجها خلف إحدى الصخور. أسرعت أمل لتستطلع الأمر، فوجدت زجاجة صغيرة تحتوي على سائل لا تعرف ما هو. وما إن أمسكت الزجاجة حتى لاحظ التنين وجودها فاتجه نحوها، وعندها ألقت الزجاجة باتجاهه فانفجرت عندما لامست جسده وأشعلت نارا عظيمة فيه، وبدأ يصرخ ويتأوه ويحاول إطفاء النار التي تلتهمه، ولكنه لم يستطع. وبينما أمل والقزم يراقبان ما يحدث، تلاشت أجنحة التنين وذبل جسده وتحول إلى رماد. حينها تلاشت الهمسات المخيفة والأجواء المرعبة من الكهف، وعادت السكينة والهدوء. وسقط القزم وأمل على الأرض من شدة التعب، وناما كأنهما لم يناما من قبل. فتح القزم عينيه بعد ساعات من النوم العميق ونظر حوله، فتذكر معركة الأمس وتنفس الصعداء لأنها انتهت. ثم بعد ذلك قام بإيقاظ رفيقته، فلا يزال أمامهما الكثير لفعله. استيقظت أمل، وأول شيء وقعت عينها عليه كانت القلوب المعلقة. سألت القزم بفضول: إذا كنا قد تخلصنا من التنين ومن كل الشر وكان قلبي معلق أمامي، فلماذا لم يعد إلى جسدي؟ أخبرها القزم أنه يوجد قلب ثان ولا يعلم من منهما يخصها، ولا يعلم أيضا من صاحب القلب الثاني، وقال لا بد أن هنالك سر. وبينما هما يتحدثان ويحاولان إيجاد طريقة لإدخال قلب أمل إلى جسدها، سمعا صوت البوابة تتحرك، فذهب القزم وأمل ليستطلعا من القادم. قال القزم: لابد أن أحدا ما قادم إلى الكهف، وأتمنى ألا يكون أحد الأشرار. ووقف الاثنان ينتظران القادم المجهول. ثم بعد محاولات عديدة فتحت بوابة الكهف على مصراعيها، ودخل شاب وسيم برفقة قزم صغير آخر. نظر القزم وأمل إلى بعضهما البعض متعجبين، ولما رآهما هذا الشاب ظهرت عليه علامات الدهشة والحيرة أيضا. وصل إليهما ثم حياهما قائلا: أنا الأمير إسماعيل، وهذا صديق القزم. ردوا عليه التحية ثم سألوه ما الذي أتى بهما إلى هذا المكان. أخبرهم الأمير إسماعيل عن قصته وكيف استبدل التنين قلبه بقلب من حجر، وعمره لا يتجاوز 5 أعوام عندما كان يلعب بالقرب من الغابة، ولأنه قطف زهرة التنين البنفسجية. كانت أمل تستمع إليه بتمعن، ولما انتهى من حديثه قالت: إذن فالقلب الثاني المعلق هو قلبك أيها الأمير. قال إسماعيل: وهل هناك قلب غيره؟ أجابته: إنه قلبها.
وسردت عليه قصتها منذ البداية حتى وصلت إلى الكهف. بعد ذلك أخبرهما القزمان أنه يجب أن يغادروا المكان بأسرع ما يمكن قبل هجوم جماعة التنين على الكهف، ولكنهم لا يعلمون طريقة إدخال قلوبهم إلى أجسادهم وإخراج القلوب الحجرية منها. أمسك القزم بيد أمل، وكذلك فعل القزم الآخر حيث أمسك بيد الأمير إسماعيل، وقاما بتشبيك أيدي أمل وإسماعيل معا، ثم مشوا جميعهم حتى وقفوا أمام القلوب المعلقة. في تلك اللحظة تحررت القلوب من السلاسل وطارت في الهواء حتى استقر كل قلب إلى جسد صاحبه، وخرجت القلوب الحجرية وعلقت بالسلاسل. نظر الجميع لما حدث مذهولين، فلا يوجد أي أثر لجرح في جسد أي واحد منهما. ثم نظر الأمير إلى أمل بإعجاب وحب شديدين وقال: الآن وقد عاد قلبي إلى مكانه، فإني أعلن أني قد التقيت بأجمل فتاة على الأرض، وقد التقت قلوبنا واجتمعت منذ زمن بعيد. شعرت أمل بالحب يتدفق في قلبها لأول مرة منذ أن ولدت، وأحست بسعادة حقيقية، وانتشر الدفء في جميع أوصالها. قطع القزمان على أمل وإسماعيل لحظاتهما السعيدة وأخبروهما أنهم عليهم العودة. أمسك الأمير إسماعيل بيد أمل وساروا جميعا باتجاه بوابة الكهف، والتي فتحت تلقائيا هذه المرة بمجرد أن وقفوا جميعا أمامها. خرج الجميع من الكهف بسرعة، وأغلقت البوابة ثانية معلنة انتهاء عهد الشقاء والبرود وبدء عصر الحب والسعادة. انطلق الأربعة عائدين إلى مملكة الأمير إسماعيل، واستقبلهم الملك بترحاب وسرور شديدين بعد أن رأى الدم يجري في عروقهم والسعادة تبدو على وجوههم. وعرف الملك ما حدث معهما، وفرح كثيرا للأقدار التي جمعت القلوب قبل الأجساد، وأعلن عن حفل كبير يقام على شرف خطبة الأمير إسماعيل وأمل. وأقيم الحفل، وحضر العطار وزوجته من بلدتهما، وهما لا يصدقان ما جرى مع ابنتهما الوحيدة. كانا ينظران إليها وهي في قمة السعادة والفرح، وقد أدركا أخيرا أن ما حدث هو بمثابة معجزة، والتي جمعت ابنتهما مع الأمير. وكم كانت الفرحة عارمة لعودة قلب أمل، وقد ظنا أن ذلك لن يحدث، فشكرا الله وحمداه، ودموع الفرح تبلل وجنتيهما. وبالطرف الآخر كان الملك يبتسم وقد امتلكته السعادة والتي غابت عنه سنوات طويلة، وعاشوا جميعا حياة مليئة بالحب والدفء والهناء. انتهت الحكاية.